بتكذب ليه؟ ايه؟ بقولك بتكذب ليه؟ بكذب في ايه؟ انت قابلت كريمة في مكتب عيسى، ولما سألتك قلتلي انك ما تعرفش انها بتشتغل عنده اصلا. تكذب يا يحيى، بس انا عشان ربنا بيحبني جابلي الحقيقة لغاية عندي. اوعى تفتكر ان انا نايمة على وداني. بصراحة أنا مش مصدق اللي أنت بتقوليه ده. سيبني أكمل كلامي. متعلي صوتك لو سمحتي. خايف على شكلك قدام ولادك؟ ومش خايف على شكلك قدامي وأنت بتكذب؟ أنا هسكت. وأنا مش هسكت يا يحيى. ما تسكتيش يا أمان. رايح فين؟ رايح لعيسى. جاي منين؟ كنت عند عيسى. أنت لازق في عيسى عشانها بقى. أنت إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وانت اللي بتعمله اسمه ايه؟ انا فعلا ما كنتش اعرف انها بتشتغل عنده. عايز تقنعني ان احنا من يوم ما رجعنا مصر ما حاولتش تدور عليها مثلا؟ اذا كان انا من يوم ما رجعنا وانا من فتره للتانيه بدخل على صفحتها على الفيسبوك عشان اشوفها بتعمل ايه، اتجوزت ولا لا. بس على فكره انا بطلت اعمل كده لاني لقيتك كويس معايا لغايه اول امبارح. معرفش أنا عملت كده ليه، بس لما دخلت على صفحتها لقيت صور ليها مع عيسى اتفاجئت. قلت إيه ده؟ إزاي يعني؟ ولما دورت أكتر اكتشفت إنها بتشتغل مع عيسى في المكتب. ما جاش في بالي إنك تعرف وما تقوليش، بس أنا عرفت. انت مش هتتغير يا يحيى. اللي فيه داء ما بيخفش منه.